مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء تشاهد إخوان الشهيد محمد صلاح الدين هنا في بلدة حزمة، والتشييع الذي سيبدأ بعد صلاة الظهر هذا اليوم. الموين الموين نعم الموين راح تبكى اما هان جوا جيبوها هان جيبوها في قصتي جنب الرحسن لا بتقدرش محمد اطلع على الدرج خلاص هذا افتح الطريق
لا بدك واحد بدك واحد بدك واحد خليهم يقبلوا هيك هيك لا لا نفلهم نفلهم او نفلهم نفلهم اعطيني من عندك شوي 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 استنى عمال يلا يلا اعطي اعطي نزل من عندك نزل من عندك خلينا نسويه خلينا نظبط شوي خلينا نظبط سهل وظبط من عندك بالظبط شوي يا شباب شوي شوي هالكبت يلا 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 خلاص تعال يلا فينكم الله يا شباب خلي مصور وين الشباب هاتوا مجال انا بدك مرك بس اعطوا مين هاي اعطوا مجال لخالي شباب 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 انتم الله برا خلص يا عبد محمد خلص توقع الله خلص بس شويه شويه بس عبد الخال وخلص ما حداش يضل هان خلص يلا يا شباب خلص يلا يا عم ماركو ماركو مهدي خليني انت انطلق من هنا بتجعنا خلص يا عمي الله يعطيك خلص ماركو ماركو من هنا خلص إذن مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء يتم وداع الشهيد في منزل الأسير المحرر محمد صلاح الدين الذي توفي جراء مرض عضال قام الاحتلال بالإهمال في عملية علاجه.
حبيب اسمع كيف اللي هو واطي الجزيرة. طيب اخرى شوي يعني اخرى شوي بتقطع وترد وتطلع. طيب قياس الرقم اخرى شوي يفصل وقيم اللوجو ويطلع مع الجزيرة. ودي الرابط للجزيرة. إذن هذه أجواء وداع الشهيد محمد صلاح الدين هنا من وسط بلدة حزمة، تقوم النساء هنا في البلدة بالإضافة إلى والدته والمواطنين بوداعه الأخير. يذكر بأن محمد قد أصيب بمرض السرطان في سجون الاحتلال، وفي هذه الأثناء يتم عملية الوداع له كما تشاهدون الآن في خلفية الصورة. والله ده في مجال يا صبايا، بس الصحافه بدها تفوت شوي يا صبايا، معلش نعطي مجال يا صبايا حبيباتي، بس الصحافه بدها تفوت لو سمحتوا، لو سمحتوا يا نسوان. لو سمحتوا الصحافه بدها تفوت، لو سمحتوا ما هو خلينا نفضل لو سمحتوا. فوتولي امشي لك قدام يا